لنقطة النصر الشخصي اللي هي الأولى في النصر الشخصي العادة الأولى كن مبادرا. كن مبادرا يعني ادخل في أي شيء يحث على المبادرات، مثلا في مبادرة صدقات، مبادرة سقيا ماء، مبادر بعد مع الناس، مبادر مع الناس في الخير، بكل شيء تقدر تملكه. وعادة المشاركة هذه بيننا. العادة الثانية ابدأ والغاية في ذهنك، يعني أنت إنسان تبدأ حاجة أكيد أنك بتكون الفكرة في راسك ومخطط لها، صح ولا لا؟ يعني معقولة يا شباب يعني لا تبدأ وأنت ما تدري، يعني معقولة الإنسان بيبدأ هو ما حاط صورة ذهنية في باله؟ يعني أنا إحنا تقديمنا البرنامج قدمنا البرنامج وأنا حاط في ذهني أني أبغى البرنامج وأبغى أوصل لطموح وهدف، صح؟ نعم نعم. هذه العادة الثالثة، ضع الأهم قبل المهم. يا سلام، كيف الأهم قبل المهم؟ يعني في أشياء أولويات وفي أشياء كماليات. أيوة. أنت مثلاً عندك أولوية، مثلاً عندك، أنا بعطيك مثال، مثلاً أنك تزور أقاربك، حلو، صلة رحم، وهذا مهم، شيء مهم اللي هو صلة الرحم، والمهم والأهم الأهم اللي هو شو اسمه مثلاً بزور أصدقائي، أحط الأهم اللي هو صلة الأقارب وشي، يعني هذا مثال. ما بعطيك مثال، مثلاً الحين دخلنا أنا عندي مهمة إني أخذ مركز، الأهم إني أخذ المركز الأول، صح؟ فهمت؟ بحط الأهم، أحط المركز الأول قبل إني أخذ أي مركز. حلو. يعني أنتم جايين هنا تبون مركز أول وتبون. أكيد ما حد مو مركز أول. لو قلت مثلاً لو جاك مركز ثالث راضي ولا لا؟ قلت راضي طبعاً ما أخذ مركز، بس الأهم عندي إني أخذ الأول. تدري المركز وش هو؟ مركز حلو، سواء أخذته وما أخذت، إذا أخذت الله سبحانه وتعالى ما بيكتب لك إلا كل خير، كاتب لك كل خير. الشيء الثاني أن المركز هو طال عمرك أنك قبلت من ضمن 25، نافست، لو استمريت أسبوع أو أسبوعين عقبة يعني ما الله كتب لك في باقي المسار. تعرفت على يجي لكم شرواكم شرواكم. العادة الرابعة، فكر بالمنفعة المتبادلة. يعني أنا بعطيكم مثال هنا نعيشه في الحين في البرنامج. طيب المنفعة المتبادلة، أنا يا معاذ أبغى منفعة لي في مثلا فقرة أو في مبادرة أو في مسابقة سووها لنا وفيها روح جماعية مثلا، يعني إحنا مجموعة، أنا أفكر أني أكون منفعتي وأفكر باللي حولي بحيث أني أفيدهم كمان هم يفيدوني. يا سلام. يعني ما تكون المنفعة لي الحالي، أحب نفس، لا أحب نفسي وأحب اللي معي. حلو. تمام. هذه العادة الرابعة. العادة الخامسة، اسع إلى فهم الآخرين أولا ثم اسع إلى أن يفهمونك. كيف؟ اسع إلى أن الآخرين يفهمونك ثم اسع إلى أن فهم الآخرين أولا، يعني تفهم الناس اللي حولك ثم اسع إلى أن يفهمونك، يعني بد أن الناس تفهم شخصيتك وكذا، إلى فهم الآخرين، أنك بد أنك تفهم الأول اللي قدامك. يعني أول شيء لازم أني أفهمك وأفهم وش طريقتك وش تبي، بعدين أفهمك اللي عندي، بعدين أفهمك اللي عندي بحيث أنه يكون بيننا انسجام والتناغم وخلاص، يعني فاهمين بعض. أيوه فاهمين بعض. العادة السادسة، تكاتف مع الآخرين. خل يعني تعين وتعاون، تعين وتعاون، يد واحدة كلنا، خليك مع العرب كلهم. حلو. تمام. العادة السابعة، ايش حد المنشار. كيف ايش حد المنشار؟ خلينا نشوف. يعني أقول يعني سنه، يعني اقول يا منشار. لا لا اتوقع انك تسنها وتحده. مثلا عندك حديده، عندك حديده كامله، مثلا حديده طولها متر ولا 30 سنتي، حلو، ومعك اله تقدر تنشرها، انك تقعد تقسم بينها بحيث تكون ذو فائده وخلاص تبدا تاخذها منشار نفس المبرد. ايوه، تستفيد منها. هذه الأهداف والعادات اللي إذا سويتها بيكون عندك شيء بتقدر تحققه. أنا ضربت لك مثال مثل الحديدة الصفيحة العادية وقصقصت فيها سنون المنشار وخلاص تبدأ تصير ذو فائدة، تقدر تقص منها. طيب تمام. أتمنى أنكم طلعتوا بفائدة. الله يجزاك الخير أخوي معاد. أنت لا 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 صبر، أت حصان من نقاط، مفروض أنك أكثر واحد مبسوط، تعال يا أخي. هذه عادات سبع في النصر الشخصي. الله يجزاك. والله أني بقول ما إذا عطى الموضوع ثاني، تعال جيب كرسيك. لكن يهمني أنا شخص، يهمني رأي. يا ماجد. عيون ماجد.